بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد قائد الغر الميامين وعلى آله ومن تبع نهجه إلى يوم الدين. صلى الله وسلم عليك دائما يا سيد السادات وسندي يا رسول الله. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة الجديدة والمتجددة بكم دائما وبمتابعتكم من برنامجكم في الموعد لهذا اليوم الخامس من يناير العام 2020، أول لقاء لي معكم في العام الجديد في الموعد. نسعد أنه نتواصل في حديثنا دائما ولقيانا عن سيرة المصطفى المعظم، السيرة النبوية والمنهج النبوي، وهذا الكلام الجميل، حلو الكلام دائما وحلو الكلام الكلمات عندما تكون في سيرة المصطفى المعظم، أفضل البرية وأحسن البشرية. نتحدث عن هذه السيرة ونواصل المسير فيما انقطع من حديث من ما سبق من حلقات من الأسبوع المنصرم، وأثر السيرة النبوية والمنهج النبوي الشريف على الشباب وعلى المجتمع، وكثير جدا من الاستفهامات إن شاء الله مع ضيفتنا الأستاذة أسماء الشريف على الشنقيطي، طبعا الداعية الإسلامية والباحثة في السيرة النبوية، وهي أيضا عضو منظمة أو عضو مجلس أمناء منظمة البهاء. سعداء بك، وأنت أيضا المحاضر الأستاذ في جامعة أم درمان الإسلامية، أهلا بك وسعداء أن نتواصل معك في الموعد. مرحبا بك ابننا حسام، سعيدة بك شديد، بكل المشاهدين ومساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعيدة جديد اللقاء بكم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ونصلي ونسلم عليك دائما يا سيد السادات وسندي. نبدأ مباشرة من إعجاز القرآن الكريم، ذلكم الترتيل القويم وذلكم الكلام المنمق الوضاح، وما فيه من معجزات للأنبياء من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حين بعث الله موسى ابن عمران عليه السلام بعثه بمعجزة السحر، معجزة العصا التي لقفت سحر من تبع فرعون، لأن السحر كان في زمانه منتشر. حين بعث الله عز وجل عيسى عليه السلام كان في زمانه الطب قد تطور، ولكنهم عجزوا عن الأبرص والأكمة وعن إحياء الموتى، فجعل الله عز وجل لعيسى التأييد بأن يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى. لما جاء زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأحب خلق الله إلى الله، كانت اللغة العربية قد وصلت مراحل من القواعد والبلاغة والسجع والشعر وغيرها، وكانوا أصحاب لغة وفن فيها في أوجها في تلك تماما الرحمة. هم أصحابها، هم أهل الحرم، ذرية إسماعيل عليه السلام صاحب الفصاحة. فأرسل الله عز وجل النبي الأمي الهاشمي وأيده بمعجزة القرآن. القرآن العظيم هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد أسمى ولا أرقى ولا أقلى ولا أحلى من كلام الله عز وجل. القرآن اشتمل على كل ما سبق النبي عليه الصلاة والسلام من المعجزات وضعها الله في ذاك القرآن. القرآن يبرئ السحر ويبرئ كل الأمراض، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو قرأتم الفاتحة على قبر وتبعكم صاحبه لا تتعجبوا من عظمة هذه السبع المثاني من القرآن العظيم. اللغة العربية هم أهلها وأدرى بها، وحين جاءهم القرآن تخير مشركي قريش الوليد بن المغيرة، والوليد كان مجالسا للشعراء عالما باللغة، نعم، فقالوا له اذهب إلى محمد ودارسه القرآن حتى تجد لنا فقرة فيه فنبطل به هذا الحديث. فلما ذهب الوليد بن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما قوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأخذ
النبي عليه الصلاة والسلام بصوته الجميل يواصل، فقال له الوليد: ألا رسلك وإلا صبأت مكانك يا محمد، لو زدت قليل في الآية دي أنا بؤمن. ورجع متغير الوجه، فلما رآه عقبة بن معيط قال لهم: والله قد جاءكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به. نعم، متغير من القرآن، متأثر بذاك الجمال، سبحان الله. فقالوا له: ما رأيت؟ قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أوله لمونق، وإن آخره لمورق، وما هو بقول بشر. سلام، عجيب. قال: وما نقول؟ قالوا: قولوا أساطير الأولين. عفوا. لذلك قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قلبوا. اللهم صل على محمد. جمال معرفة العرب للغة العربية. تذكرين هنا قصة لأخت ابنة الزير سالم. كثير هنا من الإعجاز اللغوي. جميل. من اللهجات، وكل اللهجات واللغات، وقصة ابنة الزير سالم يعني حاضرة أيضا. نأتي بقصة ابنة الزير سالم. طيب، ونذهب إلى عمق اللغة عند النبي عليه الصلاة والسلام. جميل، نبدأ بالقصة أولا. ابنة الزير سالم، الزير سالم كان له أخ يقال له المهلهل، وهو شاعر. والمهلهل اسم أطلق على أربعة من شعراء العرب، ومنهم أخو الزير سالم، ومشهورة قصتهم في داحسة وفي البسوس، حرب البسوس. حرب البسوس. وقتل، اللهم صل على سيدنا محمد، الزير سالم، وكان له ابن وابنة. فرق قلب المهلهل عليهم وجلس عندهم زمان، وابنة الزير أصابها الجنون، نعوذ بالله، تأثرت بوفاة والدها وأصابها الجنون، وأصبحت تطوف بأطراف خيامهم وتعود. فجلس عندهم المهلهل زمانا، فلما شعر بقرب أجله استأذن ابن أخيه وقال له: أريد أن ألحق في الطرف الآخر من الصحراء بأهلي وأموت في مواطن أجدادي. فقام ابن الزير سالم وعدل له ما يحتاجه المسافر، وألزمه عبدين لأنه كبير السن، يقضيان عنه حوائجه في الطريق، ويرفعانه ويضعانه ويطعمانه وكذا. نعم. فلما تقدموا إلى منتصف الطريق تضايق العبيد من ذاك العجوز المهلهل، فقال لهم المهلهل وكان عاقلا: إني أرى موتي في عينيكما. قالوا: نعم، نحن قاتليك. قال لهم: إذا قتلتموني فاحسنوا دفنتي، وبلغوا عني ابن أخي، وقولا له: من مبلغ الحيين أن مهلهلا، لله دركما ودر أبيكما. فقتلاه ودفناه كما أمره، ثم عادوا ودخلوا على ابن أخيه بالناقة فارقة، وكانت المجنونة في أطراف الخيام، فرأت الناقة ورأت العبدين وقد دخلا الخيمة، فأتت إلى الطرف الآخر من الخيمة ووضعت أذنها تسمع. فقال لهم ابن زير: أين عمي؟ فتباكوا وقالوا: عمك أصابته حمى السفر لكبر سنه ومات، وحاسناه ودفناه وكذا وكذا. فقال لهم: اعتقوا هذين العبدين لما قدماه من خير لعمنا واحسنا لهما. فدخلت المجنونة وقالت: لا. قال لها: لما؟ قالت: ألم تفهم؟ هو سألهم، قال: ماذا قال عمنا؟ قالوا له: قال: من مخبر الحيين أن مهلهلا، لله دركما ودر أبيكما. قالت: ألم تفهم؟ قال: لم أفهم. قالت له: إنه يقول لك: من مخبر الحيين أن مهلهلا أمسى قتيلا في الفلاة مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لا يبرح العبدان حتى يقتلا. يا سلام. هي مجنونة، ولكن أدركت لمعرفتها للغة ما أراد عمها أن يوصله. اللهم صل على محمد وعلى آله. فبكل هذه المقدرات العربية جاءه النبي الأمي الهاشمي بالقرآن ليضربوا أخماسهم في أسداسهم ولا يكون لهم إلا التسليم. يعني نواصل الحديث عن الإعجاز اللغوي. كل اللهجات كانت يعني
موجودة دائما. اللغات أيضا، تحدثنا عن قصة ابنة الوزير سالم، رغم من أنها كانت مجنونة لكن في قلبها كانت تدرك تلك المعاني للغة العربية، للبيان وللفصاحة وللبلاغة أيضا. إعجاز الرسول عليه الصلاة والسلام في اللغة العربية أن الله أعطاه مجامع الكلم. النبي الهاشمي عليه الصلاة والسلام قال في اللغة العربية كلمات لم يعرفها العرب من قبل. النبي عليه الصلاة والسلام قال حمي الوطيس ولم يكن يعلمونه، بل من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه عاش في مكة ولم يخرج إلا في التجارة إلى بلاد الشام، ثم عاد وهاجر إلى المدينة. ولكن حين جاءته الوفود في المدينة مبايعة من أطراف الجزيرة العربية التي لم يراها النبي ولم يسمع بهم ولا بلهجاتهم، بل من أطراف حضرموت، رد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بلغتهم بلهجتهم. سبحان الله. دخلت عليه قبائل بني همدان، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لكم فراعها ووهاطها وعزازها، تأكلون علافها وترعون عفاها، لنا منهم من صرمهم ودفئهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم في الزكاة وعليهم في الزكاة الثلب والنأب والفاصيل والفارض والداجن والكمش الحوري. كلام عجيب عليك الصلاة والسلام. وعليهم السالق والقارح. تعجب بني همدان أين أتى النبي بهذه الكلمة من عمق لهجتهم. وقال لبني نهد حين دخلوا عليه وبايعوه، رفع يديه وقال اللهم بارك لهم في محضها ومخدها ومذقها، وابعث راعيها في الدثر، وافجر له الثمد، وبارك له في المال والولد. من أقام الصلاة كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. يا بني نهد لكم ودايع الملك وضايع الشرك، لا تلطط في الزكاة ولا تثاقل عن الصلاة ولا تلحد في الحياة. سلام. سبحان الله. سيدي أنت يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. دخلوا عليه أبناء أوائل ابن حجر من حضر موت، فلما رآهم قال مرحبا بالأقيال العباهلة، أي بالأشراف الأسياد بلهجتهم. قال لهم في التيعة شاه لا ملططة الأذغان ولا عياه، وقت الثبجة وفي السيوب الخمس، ومن زنى منكم من بكر فاسعقوه 100 واستوفضوه عاما، ومن زنى من سيب فضرجوه بالأضاميم، ولا توصيم في الدين ولا قرابة في شعائر الله. وائل ابن حجر يترفق بالأغيال. من أين أتى النبي بهذا؟ سبحان الله. من عند الله. سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. نعم، إعجاز يعني إعجاز النبوي في 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 اللغة العربية في لهجاتها وفي لغات أخرى. أتى النبي كما ذكرت من عند الله سبحانه وتعالى بذلك، وهو لم يعلمها أو يتعلمها من قبل، ولم يزرهم ولم يعرفهم أبدا، ولم يمضي على نطاق جغرافي كبير. أيضا من القصص قصة ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها يمكن يا أستاذ أسماء الشريف نموذج كبير جدا لتعامل النبي عليه الصلاة والتسليم مع الشباب، وناخذ أيضا جانب آخر هنا، يعني مكانة الالتزام بأمر الدين. لكن نبدأ من قصة ثوبان. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام كان خادمه. السيرة النبوية هي منهج راقي، وأكثر من يلتزم به من أبنائنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الشباب صلى الله عليه وسلم، وقولها دائما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نصرني الشباب حين خذلني الشيب، وكان معظم من اتبعه من الشباب عليه الصلاة والسلام. وثوبان كان شابا خدم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. ابتعثه النبي في يوم من الأيام إلى ديار الأنصار، قال يا ثوبان اذهب إلى دار كذا وأتني بكذا. فخرج ثوبان، فلما كان مارا بشوارع الأنصار وجد بابا مفتوحا
وإذا بامرأة شديدة الجمال ترجل شعرها شديدة البياض، وقف ثوبان ينظر لهذا الجمال، وهو ينظر لهذه المرأة وهي لم تنتبه لوجوده، فلما استوعب ما هو فيه قال: يا ثوبان، يا خادم رسول الله، يا رسول رسول الله، أحب خلق الله إلى الله، منع الله عز وجل عن الحرمات وأنت تنظر، ويل لك من الله. وأخذ يبكي بكاء متواصل، وركض مسرعا إلى أن خرج من المدينة إلى وسط ما بين مكة والمدينة، وجد حفرة وقع فيها وهو يبكي 3 أيام. افتقد النبي عليه الصلاة والسلام ثوبان، سأل: أين ثوبان؟ قالوا: لا نعلم يا رسول الله، منذ أن ابتعثته إلى الأنصار لم يعد. نزل جبريل عليه السلام قال: يا محمد، إن الله عز وجل يقول لك: عبدا من عبادي يلوذ بي ما بين مكة والمدينة. قال جبريل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، هو ثوبان؟ قال: نعم يا رسول الله. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وسلمان الفارسي، فجيء بثوبان وقد ضعف قوته، هو يرتجف ويبكي 3 أيام، ما ذاق طعام ولا شراب ولا نوم، تقير وجهه، تقيرت ملامحه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا ثوبان، ما بك؟ قال: سيدي رسول الله، ابتعثني وأنت أحب خلق الله إلى الله، وأنا أنظر إلى الحرمات مما حرم الله. قال له النبي: هون عليك يا ثوبان، أخبرك بشيء لو قلته غفر الله لك، قل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: سيدي، ذنبي أكبر. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يأخذوه إلى داره، وحين جاء الليل ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لزيارته، فلما دخل عليه قال: كيف تجدك يا ثوبان؟ قال: سيدي رسول الله، أجد دبيب النمل في جسدي. اقترب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المتواضع الذي يحب أن يصر الحنان إلى أصحابه، أخذ رأس ثوبان وضعه على فخذيه، رفع ثوبان رأسه وقال: لا والله، رأس عصى الله لا يجلس على أفخاذ رسول الله. في هذه اللحظة جاء جبريل عليه السلام قال: يا محمد، إن الله عز وجل يقول لك: قل لثوبان، وعزتي وجلالي، لو لغيتني بملء الأرض ذنوبا لألقاك بملئها مغفرة. السلام. السلام. التفت النبي مبشرا له قال: إن الله عز وجل يقول لك: وعزتي وجلالي، لو لغيتني بملء الأرض ذنوبا ألقاك ملئها مغفرة. شهق ثوبان، قال: هذا من ربي لي، وفاضت روحه. السلام. اللهم صل على الله وسلم عليك يا سيد السرات، يا سندي ويا حبيبي يا رسول الله، سيدي انت يا رسول الله. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سنتواصل معك استاذه اسماء الشريف، نستاذنك وكل مشاهدينا في الموعد بعد الفاصل يتواصل. أهلا من جديد مشاهدينا الأعزاء، نتواصل معكم في الموعد على الهواء مباشرة، وسعيد أنه يجدد الترحاب بالأستاذة الداعية والباحث في السيرة النبوية وعضو مجلس أمناء منظمة البهاء أستاذة أسماء الشريف علي الشنقيطي، هي أيضا المحاضر بجامعة أم درمان الإسلامية والإعلامية أيضا. مرحبا بك من جديد. مرحبا بك ابن أحسن. نتواصل في حضرة المصطفى المعظم عليه الصلاة والسلام والتسليم. وأحببت في هذه اللحظات، ولأنها محببة لي ولي فيها دائما عدد من الوقفات، نذكر لك بعد أن خرجنا من واحد من النماذج لتعامل النبي عليه الصلاة والتسليم مع الشباب، وما كانت أيضا الالتزام اللي وجدناه عند ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الدين، التزام كبير جدا. فأحببت أن ألف هنا إلى قصة
ثعلبة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالسفينة. صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا هنا لبعض من معجزات المصطفى عليه أفضل الصلوات والتسليم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نجدد معك التحية كمان بالمشاهدين في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم الحضرة والله هي في معية عليه الصلاة والسلام إن شاء الله دائما وأبدا. ثعلبة اسمه النبي عليه الصلاة والسلام سفينة. قال أخذت أحمال بعض الصحابة والنبي ينظر لي فقال لي يا ثعلبة أنت سفينة. قال والله ما نطقها سيدي رسول الله إلا أصبحت أحمل ما يحمل البعير 4 مرات ولا أشعر به، كان يضع أثقال عليه ولا يحس بها. وهذه معجزاته عليه الصلاة والسلام. سفينة خدم النبي عليه الصلاة والسلام من سعادته، هو مولى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وسفينة يروي لنا قال ركبت البحر في مركب للتجارة، ولما أن كنا في عرض البحر إذا برياح عظيمة فانقلب المركب. قال وأخذت خشبة وجدفت إلى أن خرجت إلى البر. قال فلما خرجت وجدت نفسي في أجمة، أي قابة صغيرة. قال فتقدمت في الطريق علي أجد أناسا أو يجد شيء، وإذا أنا بأسد ضخم قد غطى وجهه الطريق. قال فنظرت له ولم أخف. قال ونظرت له في عينيه ومددت إصبعي وقلت له يا عبد الله أتدري من أنا؟ أنا سفينة خادم محمد بن عبد الله سيد خلق الله. قال سفينة إذا بالأسد تنهمر أدمعه يبكي. قال وأتاني من خلفي وأخذ يدفعني حتى أوصلني إلى قرية. قال فنظرت له والله وأعينه تفيض دمعا أكثر من الأول يبكي على النبي عليه الصلاة والسلام. سيدي أنت يا رسول الله. وهذه معجزاته عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. في الأولين والآخرين. في الأولين والآخرين. وبعض من معجزاته صلى الله عليه وسلم أيضا حتى يعني يطيب المجلس. يطيب المجلس لنا. يطيب الحديث به. وفي حضرته دائما ما يطيب الكلام ويطيب المجلس. صلى الله عليه وسلم. من معجزاته قد قال العلماء أن معجزات النبي الهاشمي عليه الصلاة والسلام قد تخطت 2000 معجزة. ولكن أذكر منها معجزة الجزع الذي كان في المسجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام حين أقام مسجده في المدينة إذا أراد أن يخطب الجمعة صعد على ذاك الجزع قصاه له الصحابة من نخلة قد أفلت انتهت، فجاءوا بهذا الجزع وقصوه ووضعوه للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية كان يستند عليه، ولكن الأرجح أنه كان يصعد عليه حتى يكون أعلى قليلا. نعم. يتحدث إلى ويخطب في الناس. نعم. تماما. فلما كثر المسلمين والداخلين في الإسلام صنع بني عدي بن النجار، وهم أبناء أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صنعوا له منبرا من 3 درجات، فجاءت الجمعة وادخل المنبر إلى المسجد، وصعد النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى المنبر وبدأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصحابة فسمعنا صوتا كحنين الناقة حين يؤخذ منها صقيرها. قال ونظرنا لا نرى شيء. قال فنزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأرض واقترب من الجزع. قال فعلمنا أن المصدر هو الجزع ذاك الصوت منه. سلام. قال فاحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام. سلام. كاحتضان الأم لصقيرها فسكت، ثم تخاطب معه النبي قليلا ورفع رأسه إلى الصحابة، وهذا ما رواه ابن هشام في سيرته. قال لهم عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن لم أنذل له وأضمه ما سكت إلى أن تقوم الساعة. سبحان وقد خيرته بين أن أقرصه في الدنيا ويعود أخضر الرطب يأكل منه الناس، وبين أن أقرصه في الجنة فيعود أخضر الرطبا يأكل منه الصالحين، فاختار سلام. الجنة على الدنيا. يا سلام. يا سلام. وما صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. والجزع ده فيما بعد أخذه أحد الصحابة إلى بيته
وأكلته الأرض ويجمعه الله بقدرته في قرص من أشجار الجنة فيأكل منه الصالحين، وهذا والله قليل من فيض النبي الأمي عليه الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام. تتواصل المعجزات وتتواصل القصص أيضا صلى الله في حضرة المصطفى المعظم، وما ببعيدة عنا قصة سيدنا جعفر الطيار وزوجته أسماء بنت عميس. يا سلام، للآل رسول الله، للأبناء أبي طالب، أبناء عمي رسول الله جعفر وعقيلة وعلي وأمهم فاطمة بنت أسد، صحابية جليلة، قصتها كمان عجيبة. ولكن أقف عند جعفر. جعفر ابن أبي طالب قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا جعفر أشبهتني خلقا وأخلاقا. جعفر كان ممن هاجروا إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه. أكيد. النبي حين اشتد العذاب بأصحابه أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، وكان ممن هاجر منهم جعفر ابن أبي طالب بزوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها. وكان لجعفر موقف عظيم في الحبشة، فالقرشيين حين سمعوا بوفود أصحاب النبي على نجاشي، والنجاشي كما قال عنه النبي أنه عادي لا يظلم عنده أحد، نعم ملك لا يظلم عنده أيوة أحد، حاسنهم رضي الله عن النجاشي وأرضاه، حاسنهم وهو لم يكن على دين الإسلام، كان على النصرانية. فأرادت قريش أن تجعل بين النجاشي وبين من ذهب محتميا به فتنة، فعدوا الهدايا وأرسلوا رجلين من المتحدثين من رجالهم، فدخلوا على النجاشي. النجاشي كان على النصرانية، فقالوا له: إن الذين جاءوا لك من عندنا هم شرذمة، قد غيروا دينهم وسيغيرون دينك وسيفعلون كذا وكذا. فقال لهم: أنا لا أحكم على قائد، ارسلوا إليهم وأنتم هنا تكون مواجهة بينكم، يعني أنا زول غائب ما بحكم عليه وده من عدله. أكيد. فلما دخل وفد المهاجرين كان بقيادة جعفر ابن أبي طالب. أول شيء ابتدر به جعفر ابن أبي طالب أن قرأ سورة مريم، فلما جاء وصف مريم عليها السلام وابنها المسيح تغير وجه النجاشي وتغيرت وجوه القساوسة عن يمينه ويساره وفاضت أعينهم من الدمع. فقال النجاشي: هذا الناموس الذي كان يتنزل على عيسى، إنما جاء به عيسى وجاء به هذا النبي، خرج من مشكاة واحدة. بل أعلن النجاشي إسلامه. رجعت قريش محسورة، جاءوا للفتنة، فإذا بالملك يصبح مسلما على دين النبي الهاشمي ورد إليهم هداياهم. وهذا موقف عظيم لسيدنا جعفر ابن أبي طالب. نعم. نعم، هنا البلاغة من خلال هجرة الحبشة والنجاشي وعودة رضي الله عنه من الحبشة، ما قاله عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة. جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حين عاد يوم خيبر، والمدينة مستبشرة بفتح خيبر ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على اليهود، والنصرة كانت على يد من؟ على يد علي أخيه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفرح بعودة جعفر أم بفتح خيبر؟ هذه لأن عنده عظيمات لحبه لجعفر ابن عمه. الرسول كان حنين في آل بيته عليه الصلاة والسلام وفي رحمه وفي المسلمين، وهذه عبر يجب أن نعتبر بها، الرقة في التعامل والمحنة للأقارب. اللهم صل على محمد. صلة الرحم، يعني هذه رسائل كبيرة جدا جميلة، ممكن أن نأخذها في هذا الاتجاه. هنا قال النبي ذاتهم، يعني اللهم صل على محمد، بيحيروا. فجعفر خرج غازيا في موتة، هو وعبد الله بن أبي رواحة ومصعب بن عمير، كانوا من الذين القادة الثلاثة، وكان خالد بن الوليد رابعا لهم ولكن لم يكن قائدا. فلما خرجوا والنبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، قال الصحابة: رأينا النبي عليه الصلاة والسلام تتقاطر دموعه تفيض. سألنا قلنا: يا رسول الله. قال: جاءني جبريل وأخبرني أن الراية كانت عند عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب
فقطعت يمينه فأمسكها بيساره فقطعت فأمسكها بين فخذيه فقتل ولم يقتل أبدا من خلفه بل قتل من أمامه وجد عليه ما يزيد عن 50 ضربة ثم أمسك الراية مصعب بن عمير وقتل ثم أعطاه الله سيفا من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله به. وهنا قال عبد الله بن جعفر دخل علينا الرسول عليه الصلاة والسلام صبيحة موت أبي عبد الله بن جعفر الذي تزوج فيما بعد بابنة السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قال وهي ابنة عمه علي قال دخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن صغار فلما رآنا نزلت أدمعه حتى ملأت لحيته عليه الصلاة والسلام وقال يا أسماء بنت عميس لا تبكي على جعفر ولا تحزني إن الله عز وجل جعل أرواح الشهداء في حويصلات طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من مائها فإذا جن عليها الليل أو جاءها الليل صعدت إلى قناديل في عرش الرحمن إلا جعفر بن أبي طالب أبدله الله بدل ذراعيه جناحين خضراوين مرصعان باللؤلؤ يطير بها مع الملائكة بين الجنان إلى أن تقوم الساعة. مصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. مكانة عجيبة رضي الله عن جعفر حب خاص جدا وأرضاه اللهم صلي لذلك سمي بجعفر الطيار. نعم لأنه يطير مع الملائكة. نكرم إن شاء الله بجاه آل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله صلى الله عليه وسلم على النبي الأمي الأواب الهاشمي انتقاله انتقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وكانت أيضا هناك بشرى للسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه في اللحاق به من خلال اللحظات الأخيرة معه. اللهم صل على محمد. ما أظن أن شهدت السماوات ولا الأرض يوما أصعب على الناس من يوم انتقال الحبيب المصطفى إلى الرفيق الأعلى. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام حين نوى حجة الوداع وهو عادته عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج استهم إلى نسائه ولكن في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم أخذ معه كل نسائه وأرسل في كل أمصار المسلمين من أحب أن يحج مع محمد بن عبد الله فليأتي إلى المدينة. قالوا الصحابة فضجت المدينة ما يزيد عن 100,000 خرجوا حاجين مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عام موته صلى الله عليه وسلم عام انتقاله إلى الرفيق الأعلى. فحج الرسول عليه الصلاة والسلام حجته وألقى خطبته وقال أيها الناس عسى أن لا ألقاكم في مكاني هذا بعد عامكم هذا. أول إشارة ونزلت هنالك بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى سيدنا عمر قالوا ما يبكيك قال والله ما اكتمل أمرا إلا نقص. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام بنسائه وبدأ مرض الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت السيدة عائشة بدأت عنده الحمى وكان يشكو من أثر السم الذي أعطت له اليهودية في الكتف وكان يقول أجد أثره في جسدي وفمي وما قدم القدم الأولى عليه الصلاة والسلام فنادته فتفلها ولكن ما نزل نعوذ بالله من حال هذه اليهودية. النبي كان يشتكي في آخر أيامه من أثر ذاك السم واشتدت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة أرسل إلى أبا بكر وعلي بن أبي طالب وقال لهم خذوني إلى بقيع الغرغر. فخرج بالليل عليه الصلاة والسلام وقف عند البقيع ودعا لهم قال اللهم أغفر لأولهم وآخرهم إلى أن تقوم الساعة. لذلك كل من كان البقيع له مدفنا كان ممن دخل تحت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في المغفرة. لذلك يتمنى كل مسلم أن يكون من أهل البقيع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل البقيع أنتم السابقون ونحن اللاحقون. ثم حين دلف راجعا أخذ يبكي قال الصحابة ما يبكيك يا رسول الله قال وددت لو أنني لقيت أخواني إخواني قالوا أولسنا إخوانك قالوا أنتم أصحابي إخواني يأتون من بعدي يؤمنون بي ويصدقونني وهم لم يروني يود أحدهم لو ينفق ماله وأبنائه
ونفسه ويراني. ولكن بيده كله الصحابة أخذوا علينا الصحبة والخوة والخير كله، ما نسوى تراب مشى عليه صحابة رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله الله في أصحابه، السلام، والذي نفسي محمد بيده، لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما ساوى مد أحدهم أو نصيف مديده. نص مده المداه في حياة النبي، لو أنفقت الأرض دي كلها ملء ذهب ما ساوى. ده العجيبين رضوان الله عليهم أجمعين. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يشتد به المرض، ثم كان يوم الثلاثاء استأذن نساءه في أن يتمارض عند عائشة، وجيء به إلى السيدة عائشة رضي الله عنها. فيوم كان الأربعاء الصحابة يعني تضايقوا من غياب النبي، خافوا، فأصبحوا يغربون من الغرفة يرجعون وينظرون ويرجعون. النبي عليه الصلاة والسلام حين أمر أبا بكر، أنا لا أريد أن أذكر تفاصيل ذكرت قبل كذا يعني كالعادة، النبي حين أمر أبا بكر كان يفتح الستار وينظر إلى أبا بكر وهو يؤمه ويبتسم عليه الصلاة والسلام ثم يعود. أما يوم الأربعاء السيدة عائشة قالت له: يا رسول الله، إن أصحابك قد ضجوا بك خائفين عليك. قال لها: أمر اثنين منهم أن يحملوني إلى المنبر. ده يوم الأربعاء اللي هو كان الاثنين اللي بعده الرسول عليه الصلاة والسلام قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. فوقف في المنبر وقال: أيها الناس، أرى أنكم تخافون علي. أيها الناس، ألا إن موعدي معكم ليس الدنيا، إن موعدي معكم الحوض، وإني والله من هنا أراه أو أراه من هنا. أيها الناس، ما بالكم في رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الرفيق الأعلى. وقف أبا بكر وقال: فداءك آباءنا وأمهاتنا، فديناك بأرواحنا وأموالنا، فديناك بأبنائنا وبناتنا. قال الصحابة: عجبنا لذلك الشيخ الذي يقاطع رسول الله. وفيما بعد علمنا أنه أعقلنا حين علم أن الذي قصده النبي هو نفسه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي حين قام أبا بكر يقول هذا الحديث، قال النبي: كل من كانت له علينا يدا رددناها له إلا أبا بكر، وكل باب إلى المسجد أقلق إلا أبا بكر، جعلت جزاءه على الله. أيها الناس، استوصوا بالنساء خيرا. أيها الناس، الصلاة الصلاة وما ملكت إيمانكم. ثم نظر إليهم ودموعه تفيض وقال: بلغوا كل من يأتي من بعدي مني السلام. ثم نظر وهو قد زاد بكاءه يقول لهم: أثابكم الله، أيدكم الله، نصركم الله، أذركم الله. ثم حمل إلى بيته عائدا. ثم جاء يوم الاثنين، قالت السيدة عائشة: فوضعته على رجلي فخذي، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر يحمل سواكا في فمه، فأشار النبي بعينيه، ففهمت السيدة عائشة أنه يريد السواك، فأخذته من عبد الرحمن وبللته بريقها، ثم أعطته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستاك الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم سمعته يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم ثقل رأسه، فعلمت السيدة عائشة أن النبي الحمد لله يعني كما أشرت هي من أصعب اللحظات على كل البشرية. وجاءت المواقف الصعبة. سيدنا عمر بن الخطاب، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: إن فجا سلكه ابن الخطاب لا يسلكه الشيطان أبدا. كان أقوى الرجال، كان عالي الصوت، سريع في المشي، قوي. حين أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد انتقل إلى الرفيق الأعلى بكى كالأطفال واستل سيفه وقال: والله من يقول أن محمدا قد مات قطعت رأسه، إنما ذهب ليواعد ربه كما ذهب موسى بن عمران. وبكى الناس وضجوا، المدينة كلها ضجت. جاء أبا بكر الصديق الذي اختاره النبي له خليفة حين كان يضعه عن يمينه، دخل على رسول الله وجده مسجى بغطاء، فتح وجهه
وقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، إنما هي الموت التي كتبها الله عليك ولا موت بعدها. ثم خرج وقال أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيا لا يموت. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال سيدنا عمر، والله كأني أسمعها أول مرة. ثم وقع على الأرض وأخذ سلمان الفارسي يحبو كما يحبو الأطفال. وسيدنا عثمان بن عفان يسقط ويقوم، يقف على الحوائط، كان يوم صعب جدا. ووقف علي بن أبي طالب ودخل على النبي وكان ممن قسله، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقسل بسبع دناء من بئر قرس، لأنه قد رآها في الإسراء والمعراج أن من باعها من الجنة. فجيء بالسبع دلاء، ولكن النبي لم يدفن في يومه. قالت السيدة عائشة، تحير الصحابة كيف يغسلون النبي أي يجردونه من ثيابه. قالت فأخذتهم قفوة، فرأوا رائد يقول لهم لا يجرد محمدا من ثيابه أبدا، يغسلوه بثيابه. الرسول عليه الصلاة والسلام ولد مستورا مختونا، لحظة خروجه من بطن أمه ولد بستره عليه الصلاة والسلام، لم يراه أحد. وحين كان في الثامنة، حين أراد أن يساعد أعمامه في حمل الحجارة ورأى العباس قد خلع لبسه، قال أحببت أن أخلع فسمعت صوته يقول لي لا يا محمد. وحين انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى غسل بثيابه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال وبعث يوم القيامة بحلة من نور يغبطني عليها حتى أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم غسل النبي عليه الصلاة والسلام، غسله سيدنا علي والقثم ابن عباس ومجموعة من آل بيته عليه الصلاة والسلام. ووقف حسان بن ثابت وقال بلغ المساكين أن الحزن، بلغ المساكين أن الخير فارقهم، استولى عنهم النبي سحرا، أين الذي عنده رحلي وراحلتي ورزق أهلي إذا ما فارق المطر. كان لنا النور، كان الضياء والنور نتبعه بعد الإله، وكان الخير عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه الصلاة والسلام وسلم تسليما كثيرا. وبهذه اللحظات نختتم. شكرا جميلا الأستاذة أسماء الشريف علي الشنقيطي، الداعية والإعلامية والباحثة في السيرة النبوية العطرة، وأيضا عضو مجلس أمناء منظمة البهاء والمحاضر بجامعة أم درمان الإسلامية. شكرا لك. إذن مشاهدين الأعزاء، كانت هذه هي عبارات في السيرة النبوية والمنهج النبوي والآثار على الشباب والمجتمع. شكرا لكم، تقبلوا تحية فريق العمل هذا اليوم، في أمان الله.